وصلت لجنة الرئاسية إلى مدينة سيئون لتقصي الحقائق في جرائم الاغتيالات والقتل والانفلات الأمني بوادي حضرموت، وجاء هذا بعد يومين من رسالة بعثتها مرجعية حلف قبائل حضرموت بالوادي والصحراء إلى الرئيس هادي، طالبته بالتوجيه دون إبطاء أو تأخير بمعالجة الوضع في مديريات الوادي والصحراء بجدية كاملة. يرأس اللجنة وكيل وزارة الداخلية للأمن والشرطة اللواء أحمد الموساوي، وعضوية كل وكيل الأمن السياسي والقومي، وسعيد علي العامري مدير أمن ساحل حضرموت. وفقا لمصادر أمنية، فإن لجنة التحقيق ستعمل على وضع خطة أمنية لتفعيل مراكز الشرطة بوادي حضرموت للحد من ظاهرة أعمال القتل والانفلات الأمني. معنا أيضا السيد عبد الهادي التميمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء ليطلعنا على آخر المستجدات هناك. إذا في البداية، ما الأمر الذي استدعى تشكيل اللجنة وما مدى تعاون الجميع معها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولا نشكركم لتناولكم هذه القضية، قضية الأمن في وادي وصحراء حضرموت. أحيي أيضا كل مشاهدي قناة يمن شباب. أهلا بك. في الحقيقة نحن يعني منذ عدة سنوات ونحن نطالب قيادة الدولة بأن تولي قضية الأمن في وادي حضرموت أهمية، وقدمنا الكثير من الاقتراحات والرؤى فيما يتعلق بتفعيل الأمن في وادي وصحراء حضرموت. لم يعني تتم الاستجابة لهذه الرؤى أو لتنفيذ هذه الرؤى، آخرها قبل أكثر من عام طبعا في زيارة فخامة الرئيس إلى سيئون أثناء انعقاد مجلس النواب، وجه بتجنيد 3000 فرد يعني من أبناء وادي حضرموت للقيام بالمهام الأمنية، ولكن حتى هذا التوجيه الرئاسي لم ينفذ على أرض الواقع. حالة الوضع الأمني في الوادي، هناك الكثير من الجرائم التي لا تجد مرتكبيها لم يعني يتم القبض عليهم، تسجل ضد مجهول. وضعنا في الوادي طبعا نحن نقولها بكل صدق، أجهزتنا الأمنية المختلفة لم تحظى بالاهتمام لا بالتسليح ولا بالأفراد ولا بالموازنات التشغيلية. نعم، إذا كل هذا ربما استدعى تشكيل اللجنة. إذا ما مدى تعاون الجميع معها وما الذي ستفعله لجنة التحقيق، وأيضا كيف سيساهم عملها في ترسيخ الأمن بمديريات الوادي والصحراء؟ نحن أولا اسمح لي أن أقدم جزيل الشكر والامتنان أصالة عن نفسي وعن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وكذلك عن المواطنين الذين هم المستفيد الأول من ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه البقعة من الأرض. نود أن نشكر فخامة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة وكل القيادات التي تفاعلت مع مطالب أهل حضرموت في يعني ترسيخ الأمن والاستقرار. كما قلنا الناس تداعت بعد أن وصلت إلى ما وصلت إليه الأمور في أن تضغط بكل ما أوتت من قوة وتنادي بأعلى صوتها لقيادة الدولة، واليوم قيادة الدولة قد استجابت لهذا النداء. نحن نشكرهم على ذلك ونعدهم بأن حضرموت دائما سوف تكون ركيزة من ركائز الدولة الحديثة، سوف تكون جزء من ما يعني سوف تكون الجزء الأهم في إرساء مدامين الدولة الحديثة إن شاء الله. نعم سيد عبد الهادي، يعني من خلال شكرك للجميع من الملاحظ بأن هناك تعاون من قبل كل الأطراف في يعني تعاون مع هذه اللجنة، لكن هل هناك صعوبات قد تواجهها اللجنة وكيف يمكن تجاوزها في أقل من دقيقة لو سمحت نظرا لضيق الوقت؟ أنا أعتقد أنه لو تضيف الوقت أفضل. على كل حال نحن إلى جانب الإخوان في اللجنة الرئاسية، اللجنة الرئاسية اشتملت على 3 عناصر، الشرطة
الشرطة والأمن، الأمن القومي، الأمن السياسي. هذه المؤسسات إذا تفعلت سوف يكون يعني سوف تحسن الوضع الأمني. نحن نريد أن نطمئن الناس أن هنا هذه لجنة رئاسية تحقق في قضايا الأمن إذا كان هناك تقصير من الأجهزة التي هي قائمة ولم تستفد من إمكانياتها يجب أن تحاسب، وإن كان هناك نقص في هذه القوات وخلل في قضية تركيبتها نحن سوف نطرح كل شيء على أخواننا في اللجنة الرئاسية وسوف نكون يد يد معهم. نريد أن نخرج وادينا من هذا الوضع الذي نحن فيه، نريد أن نظهر بحضرموت كنموذج إن شاء الله يعني يفتخر بها أهلها ويفتخر بها اليمنيين جميعا إن شاء الله. نعم، شكرا لك السيد عبد الهادي التميمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، كنت معنا عبر الهاتف.